الاول بقى نكمل يعني. فده مجرد يعني كنت عايز اوريها لكم من جوه يعني، ده يا دوب خروطه طيب كده. الديسو بليت انا يعني هو حاطينه، انا موصله سيريس، بنعمل فولتج اكيوميليشن، بنعمل تكميه للفولت، وبسوست يعني هو بلاط ده الواحد يدوس عليها كده اهو، فمجرد ما يضغط هيتولد فرق جوه ده عادي. زي ما قلت لكم الجيزو البط البيزو بليت عباره عن بليت صغيره كده اهو، ادي كده البيزو. البولت اللي بيخرج نوعه اي سي اللي هو بيبقى بالمنظر ده اللي هو بيتغير قيمته مع تغير الزمن، وطبعا مفيش بطاريات بتخزن اي سي بولت، فاحنا عايزين نحوله دي سي. فادي كده ادي البيزو بليت ده الطرفين بتوعهم اللي هم داخلين على حاجه اسمها بريدج ريكتفاير. اللي خدوا منكم الباور سبلاي اشتغلتوه ان البريدج ريكتفاير بيعمل ريكتفيكيشن، يا اما يعدي الجزء الموجب من السيجنال يا اما يعدي الجزء السالب. فانا بما اني موصله فورورد وحاطط اربعه دايود، فاللي هيعدي الجزء الموجب واللي هيخرج لي عباره عن ويفز موجب كده على طول الوقت. ده كده المرحله الاولانيه. بعد كده هنقوم مدخلين اللي خارج من البريدج ريكتفاير على الكباستور. الكباستور وظيفته ان هو بيشحن ويفرغ او بيعمل سموزنج للدايره، يعني مش عايز اعرف، انا عايز الجزء اللي فوق ده بس. يقعد كده يشحن ويفرغ يشحن ويفرغ يشحن ويفرغ. فالكباستور هيقعد يشحن يشحن. طيب والتفريغ اللي بيفرغه ده يفرغه فين؟ هم يفرغه في البطاريات اللي احنا بنجيبها. بطاريات كده من نوع ليثيوم ريتشارجبل، لو انتوا عارفين بقى اللي هي بتتباع معاها الشاحن بتاعها، بس عشان احنا لا شحنها بنفسنا. بس هي دي كل الفكره. ده يا دوب ده المرحله الاولانيه في المشروع بتاعنا، انرجي هارفستنج، بنولد كهرباء، وبعد كده ستورنج، وبعد كده لسه مرحله ثالثه مش هنقولها دلوقتي. اي سي بص بمجرد ما بضغط في فولت، بشيل ايدي الفولت بيقل خالص. عارف مش هتبقى لي وين بقيت بره البيت والله لسه مخلصها امبارح. وسخت المشروع اهو تدوس تدوس 9 فولت 12 فولت 15 11 6 13 كل شويه عمال كل ده بنخزنه بنخزنه بس. ايه ده؟